يا اخوان يرحم والديكم افهموني افهموني اقسم بالله شيبتوبي يا جماعه الخير. من جاب طاري الذوق؟ انا قلت العطر اللي جابه مو بزين ولا ريحته خايسه ولا تكلمت عن ذوق الشخص؟ انا تكلمت عن فكره جابها خاطئ فقط عشان تصحيحا للمعلومه فقط. لما تجيب لي عذر صيفي او بعضكم يقول يا اخي بلدي شنيل يا باشا بلدي شنيل جوكر، طيب عساس البديل اللي جابه هو او العطر اللي جابه هو افضل من بلدي شنيل هو جوكر، مو بجوكر شتوي يا اخي. يا جماعة الخير لما انا اجي اتكلم هذا عطر مضبوط صيفي واقول يا جماعة الخير هذا مكرر ومستهلك مليت منه، انا جبت لك عطر افضل منه واجمل وما هو مكرر، المفترض وش يكون منطقيا وين يروح بالك؟ ان هذا العطر صيفي مثل بلودي شانيل او على الاقل جوكر للناس اللي تقول هذا العطر جوكر، مضبوط. تجيب لي عطر شتوي مختلف تماما عن العطر وتقول لي رش منه في الصيف، هنا المشكلة. هنا المشكلة في ناس ممكن يتابعونه ما يعرف هذه المعلومات، ممكن يأخذ هذا العطر يرش منه في الصيف، في ناس تتأذى. فهو تصحيح للمعلومات فقط، مو كل واحد يجي يفتي في العطور ويجلس يألف لك. الذوق اختلاف بين البشر ما لي علاقة فيه، انت ذوقك حر فيه، بس فرق بين عطر صيفي وبين عطر شتوي، بين عطر مناسبات وبين عطر دوامات او استخدام يومي، او لازم يكون عندك هذا الشيء. بس هذه الفكره يا جماعه الخير اقسم بالله شيء بتوبي. واحد يقول يا اخي الناس اذواق، ليش انت مشخصنها؟ واحد يقول يا اخي بلدي شانيل جوكر، تركتوا اللب الموضوع ورحتوا على اشياء بعيده يعني.